طيب مهندس، سؤال ثاني. إذا كان أنا عندي في موقع معين في الفايبر وفي مايكروويف، حلو. وما عندي كروت أو حتى إكويبمنت للفايبر أو للبروتكشن، بالحالة هاي بيكون في عندي ديوال سندينج، يعني الخطين بيكون يبعثن في نفس الوقت؟ مرة ثانية. يعني إذا أنا في عندي لوكيشن ما في عندي إكويبمنت للبروتكشن، يعني عندي راوتر عادي فقط راوتر أو عادي. سويتش، حلو. وداخل فيه فايبر ومايكرويف نفس الوقت، هل بالحالة هاي بتكون في عندي ديوال سندينج، اثنين بيكونوا يرسلوا بنفس الوقت؟ يس دول سندينج. وانت يعني ما بقدر أهندل، عفوا، تقدر تعمل كونفيجريشن في الراوتر ان يعني يكون واحد مين واحد باك اب ستاند باي. اوكي، هاي مسموحة بالراوتر فعل، تقدر تعملها؟ يس. انت في الراوتر عندك تو سيناريو، سيناريو انه سندينج لايك سبليتنج، تمام، والسيناريو الثاني انك انت بتعمل واحد مين واحد ستاند باي. تمام، في حاله انه مثلا البورت الاول صار في عليه داون، تعمل ريروت للسيرفس على البورت الثاني. اوكي، البروتوكولز بتشغل البروتوكولز يا باشا. ايش هو المهندس؟ شغل بروتوكول ال واس بي اف كانه شيء زي هيك او بي جي بي. اوكي، يعني بتتهندل. انت بتعرف على بورتات انه هذا مشبوك مثلا على الراوتر اللينك 1 مش عارف ايش كذا، والبورت الثاني مشبوك على اللينك 2، فانت عندك 1 اوف 2 اوبشن، ايذر تو كوبي بيس لايف اثنين في نفس الوقت، واحنا بنسميها هذا الاس ان سي في. هسه الاس ان سي في بيكون الاثنين شغالين، تمام، اذا انقطع حلو. الاول بيشتغل الثاني. اللي بيفصل مش من عند الراوتر، الديسكونكشن من عند انت بتعرفه من عند الدي دبليو دي ام. يعني نحكي حلو. لو تيجي تقرا القراءات في الاس ان سي في بتلاقي انه البورت الاول والبورت الثاني قاعدين يستقبلوا باور وبعدين يستقبلوا داتا، بس انت في دي دبليو دي ام بتبرمجه انه فعليا هذا المين وهذا البروتكشن. فاول ما ينقطع المين على طول بيعمل سويتش على البروتكشن. اوكي، يعني بيكون ديوال سيندينج سيلكتيف ريسيف، بالضبط، اكزاكتلي، اللي هو هذا اللي هو سي ان سي بي، اس ان سي بي، بالضبط، اس ان سي بي، اس ان سي. اكزاكتلي. اوكي مهندس، شكرا جزيلا.